وصل عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين إلى نحو مليون شخص حتى مساء يوم أمس الجمعة فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية في المملكة 811 ألف شخص يأتي ذلك فيما يستمر المواطنون والمقيمون في الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم التي تتيح لهم الفرصة لاختيار نوع اللقاح، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الجرعات اليومية إلى 31 ألف جرعة في اليوم من خلال 27 مركزا صحيا إلى جانب مراكز التطعيم في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ومستشفى الملك حمد الجامعي ومجمع سترة التجاري والمستشفى العسكري.